ودايما الرمادي اكتر من القميص الاحمر. ادي عدى المره دي تاو، عدى تاو، هو ده اللي محتاجه، هو ده اللي محتاجه لعيبه النادي الاهلي، انه يبقى عندهم الجرأه ان انت تعدي طالما في موقف رجل على رجل. ادي كوره مره تانية، وادي تاو، جول 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 جول. عملها تاو، عملها تاو 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 بعد غياب طويل جدا جدا. سلامات 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 على بيرسي تاو في الدقيقة 71 كان ناويها، وبالفعل بتمريرة ذكية بيحط قنبلة علشان تسعد الجماهير الحمراء، جماهير النادي الأهلي اللي بتبتهج باللقطة المضيئة الأولى. لكن بص شوف التمريرة، وحط الغل والبعد عن الملاعب، حط فيها قوة كبيرة جدا جدا. عايزة ستة حراس مرمى اللي أحدث الفارق وبيسجل هدف مهم جدا جدا. آدي التمريرة من ميكيسوني لتاو على طول، اللقطة المضيئة، ويتحدث المارد الأحمر بأول المفردات. واحد لا شيء، فك شفرة اللقاء. الجنوب افريقي بيرسي تاو ويسجل الهدف السادس. بيرسي تاو له مع النادي الاهلي هذا الموسم. واحد لا شيء، اتحرر اللقاء اخيرا بعد 70 دقيقة، وعاد هيبقى هدف. ادي الكرة، هل عبد القاد عبد الله بكري مغطي؟ طبعا صعبة، وجهاز الفار هو اللي هياخد القرار، هيطلع الخطوط والحاجات والمحتاجات. لكن حط صاروخ، حطها، اتمنى ان التعادل يستمر. ادي محمد محمود، حرمنا من انسك ليه؟ ضربة حرة غير مباشرة، تسلل تسلل، وعدنا من جديد الى التعادل السلبي. هدف ابيض، هدف ابيض، مش محتاج فار. ادي الكرة وادي القرار والخطوط فيها.